يسعد صباحكم مشاهدينا، نهاركم مبارك وطيب. وصفتنا اليوم حتكون كيكه بالفواكه. حنشوفوا مقادير زي ما عودناكم كل يوم. بس المقادير الكيكه بتاعنا حنستخدم كوب زبده بدرجه حراره الغرفه، عندنا كوب ونص سكر، 4 بيضات، كميه من الفانيليا، كوب حليب، كوبين دقيق، بيكنج باودر، رشه ملح، كوب شوكولاته خام تكون بيضه اي ما يقارب 175 جرام، عندي كوب من الفواكه مشكلة حنذكرها بعدين، عندي حنستخدم 3 ملاعق دقيق بالإضافة إلى 3 ملاعق كريمة فريش وعصير ليمونة كاملة وسكر ناعم حوالي كوب ونص. هذه مقادير وصفتنا، أكيد حنشوفوا كيفية التحضير بس مشتوى زي العادة. حنرجع لاعتدال ونسيم يستكملوا باقي فقراتهم، بعدين نشوفوا وصفتنا لليوم. اهلا وسهلا بكم، اكيد شكرا لك اعتدال، متواجدين في مطبخ الشيف اكرام. صباح الخير اكرام. صباح الورد ولوني زعلانه منك، بديش شيء. تعبت. تبي تاكل حلويات بس تبيش تجي للمطبخ. تجي للمطبخ، تعبت بس. اليوم ما فيش كيكه. ما نقدرش نستغنى عن مطبخ اكرام. اليوم ما فيش كيكه. معقوله تخليني هيك يعني اليوم؟ طيب قولي لنا اليوم شنو رح تديري؟ شنو نوع الكيكه؟ بالنسبه لكيكتنا اليوم حتكون كيكة عادية، يعني زي الكيك الاسفنجي خفيفة، بس الفكرة فعلا حنديروا فيها مكس فواكه. حتكون فواكه فريش، يعني مش فواكه مجففة ولا فواكه تكون مثلا معلبة أو مجمدة، لأن بتكون فيها نسبة مية هلبة لو استخدمنا مثلا المجمدة أو بتكون معلبة، أما استخدموا فريش. أما ممكن احنا تقريبا حضرتها يعني أكثر ممكن مرة أو مرتين محضرين فكرة كيكة تكون فيها فواكه مجففة. بس اليوم في شوية حتى يعني تغييرات في المقادير اللي نعطي فيها من قبل، ممكن حضرتها قبل بالزيت، اليوم حنحضروها بالزبدة. في شويه اختلافات، حيكون عليها صوص بالكريمه والليم بكري نشوف ما فيش شوكولاته كريم في الموضوع. لا هو في شوكولاته، حنستخدم كميه شوكولاته بيضة بس حندوبها عليه حمام وميه قبل، وبعدين حنحطها مع الكيكه نفسها، يعني مع خليط الكيكه. هذه حتعطيني نكهه حلوه للكيكه. الموضوع كله عندي انا في الشوكولاته بصراحه. طيب قولي لنا الفواكه هذه حتستعمليهم للتزيين ولا حشو مع الكيك نفسه؟ حنستخدم بالنسبه اللي حاطتهم هنا حنستخدمهم في حشوه الكيكه، بس نفسهم طبعا خلي منهم على جنب باش نستخدمهم للتزيين. اقتصاديه كلام. اول خطوه طبعا مشاهدينا حنضربوا الزبده والسكر في المكسر بتاعنا، حنخليهم طبعا ياخذوا وقت من تولي قوامها زي الكريمه، وبعدين نضيفوا باقي المكونات عادي جدا، ما فيش داعي احنا نستخدم المضرب. في خطوه لازم نديروها طبعا، اول حاجه الطاجين لازم ندهنه بزبده زي ما تشوفوا فيه، ضروري ندهنه بزبده كويس. لو عارفين انه هو مثلا ممكن انه هو يشد معانا ممكن نديروا شويه دقيق، هذه فكره نسيم. وصفه نسيم هذه وصفتي. علاش ما تديريش في الدقيق؟ طيب او نفرش ورق زبده بس انا لان ما نجيش على الطاجين. لا نقدر نقصه. بتقصي قصه طويله بس لا عادي ما فيهاش هلبا شغل، بس لو في حال احنا يبدا الطاجين بتاعنا مثلا انه هو يلصق مثلا مش ممكن نخافوا منه انه هو ما تلصق معنا الكيكه بالذات لان فيها شويه كميه فواكه. بس كيف نضمن ان الفواكه ما تنزلش لوطه؟ هذه القصه كلها هنا. كيف ما تنزلش لوطه؟ احيانا لما تخلط الزيت وتاخذ كميه فواكه تخلطها مع الكيكه عادي، يعني لما تحطها في الطاجين عادي جدا، بس لما تطيب تلقى الفواكه كلها نزلت من اللوطه وكلها لصقت وانحرقت. كيف تضمن ان الفواكه هي ما بتنزلش لوطه وبحيث ان هي ما تلصقش معانا وتكون في نص الكيكه؟ ايوه حناخذ انا تقريبا في المقادير سميت ان عندي كشكين دقيق غير مقدار الدقيق اللي في الكيكه، كشكين هم حنخلطهم مع الفواكه. يعني لبس الفواكه بتاعي بدقيق بس بحيث ان هي ما تنزلش لوطه. وين الفكره يعني؟ هي هذه، لو ما نلبس الفواكه لما نلبسها بالدقيق ونخلطها مع الكيكه مش حتنزل، حتقعد في النص مش حتنزل له. هذه هي الفكره. معلومه جديده والله ممتازه يعني، بس غريب انه الدقيق هو حيكون سبب في اي، لانه حيلبسها في حيخليها ان هي حتى الدقيق حيخليها حيمتص كميه السوائل اللي فيها بحيث ان هي ما تنزلش تحت، لان هي طبعا علاش تنزل؟ يعني هي الموضوع شويه
في كيمياء في الموضوع. فهي فيها نسبة مية، يعني أي حاجة لما فيها نسبة مية سواء تخششها للكوش عشان بصيرها تنزل ميتها. فهذه الفكرة فيها، لو احنا ما خلطناهاش مثلا بالدقيق خليناها زي ما هي، تنزل لما تنزل المية نتاعها تبدا شنو، تبدا كتفتها أقل من كتفت الكيكة، فأوريدي حتنزل تحت يعني. فهمتك. طيب بعد الفواكه ما غطيتيهم بالدقيق وكذا والعجلة تكون جاهزة، كيف تحطي الفواكه في هنحطهم عادي، هنخلطهم مع الكيكة عادي جدا. هتحطي في الأول جزء من الخليط. طبعا هنقعد نحركه فيها كل شوية لأن لين تولي الزبدة معانا لينة، يعني بحيث إننا نقدر نستكمل. تمام. أنا مش نعلي هلبا لأن الصوت بس مزعج. بس خلاص ما عادش نحركهم أكثر من هيك، لأن عندي البلوبيري والتوت بتاعي شوية يعني حساس، وممكن لو درنا له ميكس أكثر من هيك فحينسحن. بس هنعلي الصوت شوية لأن حنديرها ميكس سريع يعني، بحيث إنه هي ممكن هذه أهم مرحلة في الكيكة، نحن نضرب السكر مع الزبدة نولي قوامها كريمي، بعدين عادي نضيف مكونات عادي جدا يعني. نضرب لو ما فيش مضرب عادي، نقدر زي توا بالمضرب زي ما أنا مدايرة، أو حتى ما فيش مضرب يعني نحاها من المضرب ونحرك بإيدي عادي جدا. أعتقد لو تشوفوا فيها مشاهدين على الكاميرا كيف يكون، خلينا نوريهم قوامها شوية بس، حتكون بالشكل هدايا. ساعدك أنا. تمام. شكرا. حيكون قوامها زي هذا، حيكون يعني كريمي. طبعا حنرد نحطها ثاني، حنحط باقي المكونات لان نبيها تخلص المكونات بشكل سريع يعني ما نبيش ناخذ وقت في اللو. حنحط كميه الدحيه، طبعا 4 دحيات، فانيليا. فانيليا ممكن تستخدم مسايله او بودره على حسب الموجوده عندنا. رشة الملح هذه ضروري منها. ضروري منها بقى. كترتي ولا اوكي؟ لا ما كترتش، عندنا طاسة حليب. شبه هنا تعلمت منك هالوصفاتك. عموما هي الكيكات تحس انها قريبة شوية كلها المكس يعني، بس ممكن في اختلاف الزيت، زبدة، كمية الدحي، ممكن في كيكات تضرب الدحي بروحها، تضرب البياض بروحها، صفار بروحها. او ممكن حتى في فكره المعايير يعني تختلف شويه. هذول ما حنستخدموهم لل، هنخليهم على جنب للصوص. عندنا دقيق وعندنا بيكنج بودر، طبعا حندير لهم مكس مع بعض. حنحاول نوقف، حنصفوهم كويس، حنعلي شويه المكسر. هنضيف الدقيق، نسحب بعدها شوية. بس مش عارف نحس ان الكيكة حتجيك جافة شوية صح؟ لا مش حتجيك جافة، اصلا فيها 4 دحيات بالاضافة الى، وبعدين اصلا المفروض ما تجيناش سايلة شوية كتفتها، يعني المفروض تجينا كتفة كويسة بحيث ان فيها كمية. انا مش حنضيف كميه الدقيق كلها، ولو اني مستخدمه طبعا دقيق متعدد الاستعمال مش خاص بالحلويات طبعا. طيب الدقيق، هل في دقيق معين في انواع دقيق تتحكم حسب؟ هو احيانا حتى مرات تدير كيكه وهيك تكون مقاديرك كويسه ومعاييرك ممتازه ومش غلط في شيء، بس ممكن لما تدخلها الكوشه وتطلعها يا اما تكون يابسه شويه، اما تكون مثلا ما تطيبش معاك تكون من النص نيه. هذه ممكن نوع الدقيق احنا مستخدمينه ماهوش نوع كويس. انا ديما نقول يعني بدات ربة البيت ديما عندها كده مثلا دقيق ايوه نوع معين تستخدم فيه ديما، فنحاول احنا ديما نستخدمه متعدد الاستعمال، يعني يمشي للحلويات يمشي لمثلا المخبوزات بصفه عام، افضل من احنا مثلا نفسه ما بين الحلويات بروحها وما بين ال ال الحاجات يعني الخبزه والحاجات الثانيه بروحها. فانا بالنسبه لي نستخدم في متعدد الاستعمال، بس معتمد على نوع واحد يعني، ديما نعتمدوا على نوع كويس لو مجربينه ونحاول احنا ما نغيروش فيه. المشاهدين لازم يجربوا معنا هم انواع الدقيق، مش حتقول اكيد مش ربة بيت ما عندهاش نوع معتمد من الدقيق تستخدم فيه يكون ممتاز يعني. انا والله اللي يجي قدامي نشريه، ما عندي ما يميزش. ممكن لانك ما تديرش في الحلويات، بس في الخبزه او في الحاجات المعجنات
ممكن انواع دقيق تنجح معاك بس في الحلويات احيانا لو يبدا نوع مش كويس فممكن هو سبب كارثه بعد الجهد هذاك كله. اكيد طبعا انا حنزيد باقي كميه الدقيق متاعي، حنضيف لها الفواكه نتاعنا، حنحطها في الطاجين، حندخلها للكوشه درجه حراره طبعا مولع عليها اعلى حاجه، بس حنقصها حنخليها 180، حنولع عليها من تحت بس نحطها في النص. هذه نفس الملاحظات نقولوا فيها ديما، حتاخذ مني من 35 ل 40 دقيقه. اكيد طبعا حنشوفوها اكيد حنشوفها مش بشكلها النهائي، حنشوفه طبعا كيف نحضر الصوص في الفقره الجايه. اوكي طيب حتحطي طبقه عريضه ولا طبقه بس؟ حنحطها كلها، حتعطيني طبعا سمك او ارتفاع ممتاز يعني كويس بس. بالنسبه للمقدار بتاعنا احنا اكيد طبعا حنشوفه اكيد رجع لك وانا اقبل. اذا مشاهدينا اكيد فاصل قصير ومن ثم لنا عوده، خليكم معنا. شكرا لك نسيم، واكيد مشاهدينا وصلنا ممكن لنص الحلقه باش نشوفوا طبخه اليوم وين وصلت. اكيد طبعا اهلا بك اعتدال واهلا بكم مشاهدينا من جديد. شفنا بكري كيفيه تحضير كلكتنا لليوم. الخطوه الثانيه اللي حكيت عليها بكري حنحضروا الصوص تقريبا قريب من في صوص مره محضراته بالليم، بس يكون في كميه ليم هلبه. اليوم حيكون في ميكس ما بين الليم وبين الكريم الفريش، حنحط شويه من الليم تقريبا حوالي ملعقتين كبار، تقريبا هي ممكن ليمة عصرة ليمة كاملة تعطيني ملعقتين كبار، مش بالملعقة العادية طبعا نحكي عليه متاع المعايرة، وحنصب عليهم كمية السكر، حيكون طبعا سكر بودرة. مش حنصب الكميه كلها لان نتحكم في الكثافه اللي نبيها او السمك الصوص نتاعي اللي نبيه. طبعا ما نبيش الكيكه تتشرب كميه الصوص يعني بشكل كبير، بس نبيها كتزيين يعني. نحركه كويس ونحاول بشكل سريع بحيث ان السكر متاعي يتجانس. انا يعني ممكن نزيد حاجه بسيطه بس نبي القوام شويه يكون كثيف اكثر من هيك. طبعا ممكن حضروا حتى يعني في نفس الوقت، سهل جدا ما ياخذش وقت كبير، ممكن حضروا ونزينوا بيه على طول، بس نخلو يعني الكيكه لما تطيب معانا نخلوها تبرد شويه وبعدين نزينوها. هذا بالنسبه لصوصنا كثافته ممتازه جدا، ما عادش نبي نزيد اكثر من هيك، لان لو كان سايل اكثر من هيك حتمتص الكيكه مش حيبان معي، نبيه لما نزين بيه نبيه انه هو يبان معي الصوص، بس نحاول ان نحركه كويس باش ما تقعدش فيه يعني تحس تكتلات السكر، هو سكر بودره اوريدي بس ما تقعدش فيه تكتلات للسكر. طبعا هذا بالنسبه لي الصوص حنخلوه اكيد مشاهدينا طبعا اعتدال على جنب ما بين مطابه الكيكه بتاعنا، واكيد نشوفوها في شكلها النهائي في نهايه الحلقه. اكيد اكرام حنرجع في نهايه الحلقه ونشوفوا الشكل النهائي، ولكن الان خلونا نمشوا فاصل ومن بعد نرجع. اهلا بكم مشاهدينا طبعا من جديد. اللمسات الاخيره لكيكتنا لليوم، مفروض ان احنا طبعا نخلوها شويه ترتاح يعني ما نقلبوهاش على طول بحيث انها تهدى شويه، لان فيها كميه سوائل يعني وفيها كميه سوائل طبعا جايتنا من الفواكه احنا مستخدمينها، بس لان احنا يعني ما عنديش وقت فقلبتها على طول وهي سخونه، المفروض ان هي تبرد بعدين نصب عليها الصوص، بس قاعد نحاول ان نزين فيها بشكل سريع بنفس الفواكه اللي استخدمناها في الحشوه. في ملاحظة تانية بس بنقولها، اللي هي حتكون طبعا ممكن في ناس تحس ان هي مثلا دخل عودة اسنان او شوكة مثلا بتشوفها تحس ان هي قاعدة فيها كمية سوائل، هذه مش ما يدلش على ان الكيكة نية، ما هيش نية، بس لان فيها كمية فواكه فطبيعي جدا ان كمية فواكه حتنزل المية متاعها، فما نخافوش من موضوع ان لو حسينا ان هي ما هيش جافة نهائيا. طبعا حنحاول اننا نذكر بالمقادير وانا نخدم في نفس الوقت.
مقادير كيكتنا استخدمنا عندنا كوبين دقيق، 4 دحيات، كوب ونص سكر، عندنا كوب زبدة بدرج حرارة الغرفة، عندنا كمية من الفانيليا بالإضافة إلى البيكنج بودر طبعا ما ننسوهاش. بالنسبة لي وعندنا كوب حتى هو كوب حليب. بالنسبة للصوص طبعا درس كمية من ال معش بنزيد خلاص تمام هيك مش نكون مركزة في المقادير. بس بالنسبة لي طبعا بالإضافة إلى كوب شوكولاتة خام كانت بيضة خلطناها مع خليط الكيكة، وعندنا كمية من الفواكه قلنا نديروهم بشوية دقيق باش ما ينزلوش معنا في تحت في الطاجين. هذه بالنسبة لي الكيكة. بالنسبة للصوص كانت استخدمت 3 ملاعق من كريم فريش، عصير ليمون، وكمية من سكر البودرة حوالي نص كوب إلى كوب. هذه مقادير وصفتنا، أكيد تقدروا تتابعوها على على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج يوم جديد، وكذلك على قناة على اليوتيوب زي ما عودناكم. طبعا اشوفكم بعد بكره في حلقه جديده في وصفه جديده. دمتم في امان الله، نرجع الاعتدال النسيم.